السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طبعا كلنا عارفين، واللي مشاهديني او اللي لسه بيشوفوني لاول مرة، دي الحمام بتاعنا يا جماعة اللي احنا كنا جايبينه. طبعا انا كنت قلت لكم ان هي كانت باضت، وكنت حتى تحتها بيض للسمان، رمت كل البيض اللي تحتها للسمان يا جماعة، وكانت سابت البيضتين بتوعها بس. ولكن طبعا فوجئنا ان البيض اللي هي بيضاه فاضي، ما كانش فيه جنين، فاخدناه وحطنا لها مكانه 6 بيضات من بيض السمان اهو يا جماعة تحتها اهو. طبعا الحمد لله رب العالمين، مرمتوش خالص الحمد لله، يعني كفاية قوي تحتها 6 بيضات يا جماعة، اكتر من كده هيبقى كتير تحتها وهترميه. فاحنا حطينا تحتها 6 بيضات والحمد لله نايمة عليهم، ولسه حوالي قدامهم 2 أو 3 بالكتير ويطلعهم. والله المستعان، ونشوف التجربة دي مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين احنا قفلنا حواليها السلاكة بقطع من السيراميك كده، لان زي ما احنا عارفين يا جماعة السمان مش زي الحمام، ما بيزقش وبيفضل قاعد تحت مامته، فهيطلع من تحتها. ممكن ان هو طبعا لسه صغير جدا، بيبقى حجمه صغير جدا جدا، ممكن يقع من قلب السلاكه ويضيع مننا وما عندناش نعرف نجيبه. فحمامه السلام حطينا قفلنا حواليها كده، بحيث لو باذن الله السمان طلع بالليل بقى او بالنهار ما يخرجش من قلب السلاكه ويضيع علينا. يعني الاطفال اللي لسه طالعه جديده ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. وطبعا ذكر الحمام ده يا جماعه جات له الهزه، وما شاء الله علاج فعال ليها يا جماعه بفصوص التوم. بنجيب تومه وبنقطعها على 4 وبنزقق له كل يوم حته تومه باذن الله، جميله جدا. وهو اصلا مضاد حيوي طبيعي، التوم ده جميل جدا جدا في موضوع الهزه بتاعه الحمام، وبيجيب معاه نتيجه بسرعه يعني الحمد لله. علشان طبعا الهزه دي لما بتيجي الحمام بتضيعه خالص يا جماعه، ويعني بيبقى خساره جامده على اللي بيربي الحمام. واي سؤال او اي استفسار انا تحت امركم، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم ونالت رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.